السلام عليكم، انا سميتي سناء، انا كنت مجوجه في 2005. صافي تزوجت بعرسي بكل شيء، بوراقيه بكل شيء، ليا معايا دارنا كل شيء، مبقيتش مع دوك الناس بخير. هادي كنشقى الناس، هادي كيجيو الناس كنرحب بيهم، هادي صافي شطراو ليا المشاكل. ما جلسه مع دوسي، هادوسي بقات معايا حتى 2004 وماتت. من ما تهدوش هاد بدون مشاكل اخويا. انا كنت هذيك الساعه يلاه ولدت بنتي، كانت مرض ليا بزاف، فما كنقول لهم راه الدريه خصني نديها للسبيطار ولا شي حاجه، كيقول لي ما عنديش. كنضطر نمشي لدارنا نديها، نبقى نهضر معاهم نبكي عليهم، كيهزوا لي يدي وليا للسبيطار. عدي ولد عمي ديالي كي في الدواء كيجيب لي الحليب سيمانه سيمانه، ولكن با راه ما عقلش عليها. فما كنمشي عند الدار كنقول ليها ما شطرا ليا واش طرا ليا، كيقول ليا صابري على قبل بنتك. بقيت صابره انا على قبل بنتي. صافي بنتي بدات كتكبر، وداك الشيء لقيت راسي ثاني حامله. مشيت نخدم الدريه عندي باقا صغيره، ديك الساعه عامين. كنجي كنحل الباب كنلقاها في بلاصه وردها طايحه في الارض. صافي صبرت، ناضوا ليا عائلتهم مرة كيتصادموا معايا على شي حاجة تافهة ما كايناش هنا، كيتصادموا معايا عليها. كنوض معاهم السطاع، كنضطر تاني نمشي لدارنا كنرجع. كيقول لي الدار غير صابر على قبل بنتك، ما تشرطش باش مشيتش الزناقي وهادي. صبرنا، مشيت خدمت في السبت كانوا الموبلات يلا بداو. خدمت مع واحد السيدة، موت هاد السيدة اللي غنهضر عليها انا دابا. مشيت خدمت انا وياها في الموبلات، كاينه اداره كنمشي مع الصباح كنصايب داكشي اتاي ليهم، كنمسح البيروات داكشي كنصايق. كنمشي في حالاتي مع وقت الجوج 12 بحال هكا، كنمشي عند بنتي. صافي كنبقى الشقة هادي. صافي دابا من ولدت ولادي هاد السيدة هادي اللي كنت مشيت خدمت معاها انايا، عندها واحد الدرية باقا صغيرة، نقولك ديك الساعة عندها شي 19 عام، كتجي عندي للدار موت هاديك السيدة حيت ما صاحبتي. وديك السيدة انا لقيت فيها غير الخير، جالسه معايا كانت مقابله ليا معايا ولادي. من ولدت الدراري بجوج توام ولدت، كتمشي معايا بحال الرهيبات نجيب الحليب، هبط عند الرهيبات. مش ولدت كنجيب الحليب سيمانه سيمانه، بعض المرات ال15 كيعطوني الحليب. صافي وكنجي صابره على قبل ولادي، هو مره يخدم مره يجلس ودارنا مولاي يهزيني. هاد السيده هادي انايا كتمشي معايا، دي معايا ولادي الحمام، تمشي معايا للسوق، ما تخلي ما دير معايا. كنمشي انا للقيصريه ولا شي حاجه حيت معاونني في ولادي، كنضطر نشري ليها شي حاجه وهادي. هما كيشوفوها بحال هكا كيقولوا لي لا يا بنت الدرب لا جايبها لينا هنا، وانا كنلقاش فيكم الخير الثومه اللي عائلتو كاع ما مشى نقلب على البراني. صافي هذيك السيده ولات كتعز عندي ديما. واحد النهار جات عندي قالت لي سنة الله يحفظك راه هاد خويا سكران هاد كيضربني ولا شي حاجه. قلت لها صافي خيرك سابق معايا، بلشي معايا باش سمعي ديك السيده. فرشنا حنا في الارض وهو في السداري وولادي حدايا، هي ناعسه من حدايا من اللي واحد الساعه كاينه لاباري ديال التليفون كتشعل بالضو، كتشعل بالضو، وكنشوف انا يدو كدير هكا، كنقول اوا علاش كيدير بحال هكا. صافي شويه وانا نقول اوا لا ما شويه، انا السيد حط يدو عليا وديدي لي بحال هكايا وكيقلب في ولدي صغيور واش ناعس ولا ما ناعش. صافي شويه ثاني كنشوفها ما دويش ما والو، شويه بالي السيد ناض من بلاصتو ودار عند السيده حداها، قال لها هكا يدي لي هكا بيديها، وانا شفت لها فمها. قلت لها صافي اسكتي شويه وانا حنحنت بحال هكا. ويخرج الحاجه كخويا للطواليط يقول لي سنه، قلت لها نعم، قالت لي راه راجلك جا من ورايا. قلت لها شفت كل شيء اختي، ودرت راسي مع ما شفت ما والو، خلينا وشويه ثاني نوض داك الشيء ثاني صداع. تعرف ثاني وين التليفون ضربوا لي على راسي. صافي الغد وينو صداع ما بيني وما بين دارهم وداك الشيء، وليت كنهز في ورايقاتي وبنتي باغا نديها ولادي باغا نديهم. مع الخارجه الخارجه من الباب هو يضربني هنا جنبي، ضربني جنبي طحت حدا واحد الناس حداهم. انا هربت وهزيت معايا الدريه ديتها معايا وخليت الدراري. صافي مشيت عند اختي عاودت ليها وداك الشيء. صافي قالت لي تصوري شويه من جاو دارهم، جا اختو وجا با هويا
هضروا معاهم عند اختي، صافي تقول لي اختي سري صبري على قبل وليداتك. صافي انا صبرت على قبل ولادي شي شويه. اخويا هو خرج مع العشيه، مشيت كانت نيت المسيره محروقه، نهار تحرقت المسيره في مجموعه ثلاثه، مشيت كنتفرج انا وولدي تما في هذاك الحريق شي شويه، وانا نقول غنمشي ناخذ لهم شويه الديسير من حدا الجامع. مشيت انا والدري شي شويه، السيد هو يجي عندي، هاد السيد هذا، حتى السيد هذا عاودت لي ديك السيده قالت لي ما عادش كتعرفو، عاودت لي قالت لي راه راجل فلانه راه كان غينوض ليا. وهاد السيد هو يتلقى ليا انا، متلقى ليا حدا الجامع ويقول لي اختي انا هو فلان صاحب فلانه اللي كان ناض لها راجلك. نقول له اخويا انا ماشي سوقي، انا هادشي طرا بيني وبين وانا ما كنعرف والو، انا ماشي سوقي في هادشي ومنك ليه. ويقول لي لا اجي نقول لك. وديك الساعه المسيره الناس كلها في هذيك البلاصه خاويه، حدا مالي الديسير ما بين الجامع والحمام، هبطني تما وانا عدي ولدي في يدي. يلاه عدو عامين يا خوتي، يلاه عدو عامين. ويقول لي زيدي معايا، قلت له اخويا فلان زيد انا وياك. ويهز لي واحد الجنويه، نقول اخويا شوف رد الزنقه وادي غتشواني، انا مشواش، انا راه مجوج عندي وليدي شي تشواني. قال شي هادي بدا كيعرب هاديك الهضره خايبه. صوت شويه ضرب بيا الزنقه وطلعني لدار مسطح، ما عرفش من ندير، ولدي صغير حداي. صافي بقى سادت عليا، كنقول اخويا انا نمشي للطوالط دابا غنسلى شي حاجه والو. شويه داز ديك 3 ايام عاد هو ما عرفش فين جا، يطلع لي امو قالت لي واش كديري هنايا، قلت لها هادي مارش فلان هادي، قلت لها راه ولدك معدي عليا وهادي وهادي. تقول لي سيري في حالاتك على باش ليا وجه هذاك الشيء. صافي انايا لقيت واحد الفرصه ان اخرج وانا ندردب ولدي بالزربه، وخرجت بيناتهم وما زنقه. مشيت عند راجل دقيت الباب ويقول لي فين كنتي مع الضعقه اللي تضعقش؟ قلت لي لا راه كنت عند صاحبتي مع بواحده وكلشي حدا ما قدرتش ندوي. قلت لي راه انا كنت عند واحد الدريه في الصالون، انا بغيت نعاود بيني وبينو داك الشيء انايا، فهمتي؟ ويقول لي صافي خدا لي الدري ويسد لي الباب وخلاني نخرج. صافي مشيت اخويا بقيت ندور، جيت لهاد الغابه الخضراء بقيت جالسه حتى الصباح. تكرفست اخويا كنت بالك، تكرفست جلست مع بنادم ما شفتو لي، تكرفست الصوت كنسمع شي دريات ما كيعرفوش داكشي ديال الله، فهمتي؟ صافي بقيت مع المده اخويا، خدمت في قهوه، بقيت كنطلب الله، خدمت في قهوه. صافي كريت ومشيت جلست للارض، وليت غادا نمشي القهوة ونجي. صافي مع المدة كنعيط ليا، كنقول ليه توحش يجي العيد، كنقول ليه توحش ولادي جيبهم ليا، كيقول ليا ما عديش جيبهم ليا. تولي الدرجة كنتعصب، كنتفكر العين، نتفكر كلش، كنولي ضاربة لحمي بلا تا حاجة. عييت اخويا، كنطلب اخويا انايا يدير ليا حل، انا ماني مطلقة ماني مقادة ما والو، والدراري عندي راه جاو عندي ولاو كبروا ولاو كيديروا ليا شي حوايج انا مابقاوش كيعجبوني، داكشي اللي كنت خايفه منه طحت فيه. كنطلب انا يعاونوني الناس في هاد الوليدات، من ما يتشردوش يقراو ليا، انا باغا والو يقراو ليا وما يضيعوش ليا، وباغا ندير حل راسي.